في السياق ذاته استقبل محافظ مطروح أول طائرة شارتر من دولة بولندا وعلى متنها 156 سائحا، وعقب وصولهم تم توزيع الورود على الفوق السياحي بالإضافة إلى توزيع الكتيبات السياحية عن معالم محافظة مطروح بلغات مختلفة وخاصة اللغة الإنجليزية. وقبل مغادرة الفوق الأجنبي مطار مطروح الدولي، تم تنظيم عروض فنية حيث شارك الفوق السياحي خلال عروض التنورة وسط سعادة وفرح الجميع. النهارده في مطار مرسى مطروح المدني، النهارده بنستقبل وفد من السياحه البولنديه، ودي يمكن اول مره السياحه البولنديه تشرفنا في محافظه مطروح، وعشان كده كان النهارده الاستقبال للطائره والسواح الموجودين عليها، لان من المعتاد دايما في المطارات زي كده لما يكون اول طياره تيجي في مكان وتكون لها اول مره وصولها في هذا المكان بيكون لها استقبال كعرف سائد برش الميه واستقبالهم استقبال رائع. الحمد لله احنا النهارده استقبلناهم وسعداء بيهم جدا جدا جدا، كان استقبال جيد جدا جدا، سعداء بالسياحه البولنديه وبنشجعها، ويمكن احنا يعني طبعا بنشجع السياحه الخارجيه على ارض محافظه مطروح.